صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أحد الذين يرقون الناس يقول إنه يستعين بالجن المسلمين، فهل هذا جائز؟ ويقول إن لديه فتوى في ذلك. أما أن عنده فتوى في ذلك فلا أعلم أحد من أهل العلم المعتبرين، ولا المتعالمين كثير، لكن أهل العلم المعتبرين فلا يفتون بذلك، ولا يجوز الاستعانة بالجن. ومن الذي يدرك أنهم مسلمون؟ ثم لو كانوا مسلمين ما الدليل على الاستعانة بالغائبين والعالم الآخر الذي لا ترى؟ ما الدليل على ذلك؟